على نيه مكلفه اي نحبوها ليش بعد الانتقاليه مكلفه اي نحبوها ليش احنا نحبوا ساعه نعمل بعد الانتقاليه ولا نحبوش كان نحبوا نعمل فيها مكلفه. قال السيد مديرنا فيه قاعدين نضغطوا على التكاليف احنا نراعي الوضع العام تاع البلاد نضغطوا على التكاليف ونغلبوا كانوا يقولوا لي غالية قالت تسمح لي سيد الرئيس باش نناقش شوية على موضوع الجلسات العالمية خاطر قال عليها برشا كلام برشا كلام. أول حاجة مكلفة احنا في الميزانية كيفاش مكلفة؟ باش مكلفة مقارنة باش مكلفة قالك اللي خدمتوا معاها غالية باش نعطيكم وجه مقابل. الشركة دي اللي خدمنا معاها اللي عملنا طلب عضو بجميع كرات الشروط بجميع شروط تعديل إجراءاتنا واللي هي دي إجراءاتنا اللي القانون يقول لنا عملها مبسطة عملناها أسرع من الصفحات العمومية والتوصيل المدير التنفيذي اللي يعطيكم التفاصيل وزيرنا على الوحدة العامة عشان في معناها حكومة رشيدة الحكومة أنا نعمل ظروف جابوا صارت فتح الظروف صارت لجنة لقانون التقييم العروض صارت محضر جلسة تعرض على مجلس الهيئة مجلس الهيئة عمل صادر على العرض هذا هي قالوا لنا في منصب بني ثم شركة تخدم غادي أرخص نطلع منصب بني اللي هي أرخص اللي ما جبناش احنا شنو نعملوها؟ ولا عايش ماهوش ارخص ندخلو في الصفقات انه دي الاجراءات اللي يقول دخل في الصفقه اللي هو ما عرضش مين يجيبوها دي؟ احنا نعطوا اللي يعرضوا علينا. اول حاجه الشركه هذه كانت تحب وجه مقارنه وليكم انتم فقط المقارنه راني مانيش نحكم على الهيئات او الوزارات الاخرى فقط نعطيكم وجه مقارنه. il se trouve que الشركه هذه اللي طاح عليها السوق عملت ايزي 1 عملت ايزي 2 لول وعملت ايزي 2 ثانيه ثلاثه عروض نتاع صفقات نتاع ايزي طاح عليها دي نفس الشركه عندها عرض نتاع الوزاره الاولى وهي عملت اون كومباني نتاع الوزاره الاولى ايفينونسيال كامل نفس الشركه طاح عليها سوق نتاع وزاره الثقافه جي سي سي مرتي ونجي باش نعمل القايمة نتاع العروض اللي خدمتها على مستوى الفلوس يزيد كومبانيا عملتها بين مصيا كيما عملت لنا احنا كلفت يزيد مليار و700 احنا كلفتها ب 520000 دينار كلفت الجي سي سي زوج مليار دولار نفس الشركة نفس ديفينونسيون ليزي الدخلة هذه ما عملتش معاها خاطر كانوا عندهم خدمة أخرى قداش تكلفت الحملة نتاع البلديات عند ايفينونسيون شركة كيف كان 3 مليار دولار كيف فلوسو غالي على كوراكوت هاي احنا طلعت انا اعطتنا ارخص حاجه علاش؟ خاطر ضغطت عليها وزيرت عليها وصرت شو صرنا نعمل؟ ترشيد شو صرنا؟ كون احنا هذين الموسيقى هذيا نعملوه على مدى سنه كامله بس كل شهر ونص كامله قلنا احنا خلينا نقسموها اونو نعملوها اقساط هذين الموسيقى اللي دوك تاخذ باكيج كامل المره الاولى عملنا باكيج كامل ما نعرفوش كما هو جاي أنا ديما كنت في الأرض. لكن بعد عندنا مثلنا شوي، صرني خمسة أقساط. قداش نقاس السيد مديرنا فيه من البلدانية؟ هبطنا قداش؟ حاسب من 520 هبطناها ل 100. أقل شوية من 100. 80 وصلنا. يعني كلفنا الجلسة الاجتماعية 80,000. قررنا إحنا بالأخرين. هيك يقولوا غالية غالية غالية. كملنا نسيروا الشهر. الحكاية أخرى. كملوا الجلسة الاجتماعية. بشكل عام مش نحكي على ساده الوقت الكلمه خاطر هذايا حتى كان موضوع في الصحافه قالوا زاد اللي هو شركه اسرائيليه
لكن نسألكم سؤال، يا أخي تم شركة إسرائيلية عندها الحق باش تستثمر في تونس وتحل بطيئة وتخدم؟ كان هذا الموجود يسمح لنا نسأل روسي الشركة كيفاش يسمح بشركة إسرائيلية تخدم في تونس؟ خاصة هو خدمها وقبلنا. أنا فقط على نقطة اليوم تاع سيتي اللي راهي ما فهمت منها حتى شيء. عبارة نعطيكم إكزومبل، توتال وإسو موجودين في تونس، توتال وإسو وشير موجودين في إسرائيل. ماذا احنا نقولوا توتال وشير وإسو شركات إسرائيلية؟ هذا هو النوع الاستنتاج اللي عملوه على الشركة هذه اللي تخدم، هي شركة تونسية ماخذة كيلوياتي، ما كيما تقول أنت لابيل، لابيل نتاع ملتي ناسيونال ماهوش. جزيرة إسرائيل ياخذين منهم والبيرو ياخذ منهم وأمريكا ياخذ منهم كيما نعمل في الشركات الملكية الإسرائيلية. دونك الحملة اللي تعملت على الجلسات العالمية، احنا نقول لكم عندنا قناعة في مجلس الهيئة أن المقصود منها مش أن تصرفنا برشا ولا شوية، المقصود منها ما عادش تعاودونا الجلسات الاستماع العالمية اللي فيها كشف الحقيقة اللي تقلق.